رحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، تدعمونا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولأنه فيكم بأسعار الحديد في مصر اليوم السبت 16/7/2022. ونبدأ. سعر الحديد عز الدخيلة 19400 جنيه، سعر الحديد المصريين 19270 جنيه، سعر الحديد بشوية 19400 جنيه، سعر حديد عتال 19200 جنيه، سعر حديد عطية 19100 جنيه، سعر حديد سرحان 19100 جنيه، سعر حديد المراكبي 19100 جنيه، سعر حديد الكومي 19000، سعر حديد المعادي 19000، سعر حديد العشري 19000 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت فهو كالتالي: أسعار الأسمنت البورتلندي، سعر أسمنت المسلح 1380 ل 1385، سعر أسمنت النصر 1350 ل 1355، سعر أسمنت الممتاز 1410 ل 1415، سعر أسمنت الصعيد 750، سعر أسمنت وادي النيل 1350 ل 1355، سعر أسمنت المخصوصة 1360، سعر أسمنت العسكري 1275، سعر أسمنت السويسة 1420، سعر أسمنت حلوان 1390، سعر أسمنت بني مصر بني سويف 1230، سعر أسمنت السويدي 1400 جنيه، سعر أسمنت قناة المثلة 1330 جنيه، سعر أسمنت الإسكندرية الماكس 1405، سعر أسمنت العامرية عادة 1370، سعر أسمنت البرج 1400 ل 1405، سعر أسمنت تيتان 1330. أسعار الأسمنت الأبيض: سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه، سعر أسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه ل 2550، سعر أسمنت سوبر رويال 2500، سعر أسمنت رويال العادة 2500 ل 2550، سعر أسمنت الواحة الأبيض 2500 ل 2550. أسعار الأسمنت المخلوطة فهو كالتالي: سعر أسمنت الواحة 1060، سعر أسمنت العمران 888 ب 990 ل 995. أما بالنسبة للأسمنت المقاوم فهو كالتالي: سعر أسمنت قاهر البحار 1365، سعر أسمنت السويس سي ووتر 1365، سعر أسمنت السويدي المقاوم 1380. وبالنسبة لأسعار الحديد فهو يتم إضافة من 200 إلى 400 جنيه على سعر طن الحديد في البورصة حتى يصل إلى المستهلك، وبالنسبة للأسمنت من 100 إلى 200 جنيه على طن الأسمنت حتى يصل إلى المستهلك. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم السبت 16/7/2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملوا برايك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.